الأخير التالي. عندنا أكثر من 100,000 متر مسطح أخضر في 8 حدائق كبرى، يمكن أهمها حديقة المنتزه اللي بيحدث فيها تطوير زي ما حضراتكم بتتابعوا معنا هنا في الحديقة دي، اللي طولها حوالي كيلو تقريبا في عرض 35 متر متوسط، يعني من أكبر الحدائق يمكن مش في محافظة بورسعيد، يمكن في محافظات القناة كلها. وحديقة الأمل وحديقة الشجرة وحديقة السبعة ودي كانت يعني الحقيقة من الحدائق الأولى يمكن على مستوى الجمهورية اللي بين العمارات، يعني كانت تجربة فريدة من نوعها. يمكن عندنا كمان 23 مسطح أخضر في ما يطلق عليه الحدائق الصغرى، بالإضافة إلى حضرتك لو مشيت معنا في شارع عطف السادات، في شارع 23 يوليو، في شارع 23 سمبر، مساحات خضراء في وسط الشارع دي ما تحسبتش، مساحات خضراء جديدة بتخش في البحر حضرتك، نطاق حي المناخ أكتر من كيلو 600 متر تقريبا على ساحل البحر المتوسط. يمكن إحنا بنشرف إن إحنا معنا منظومة محترمة بتتابع الإشراف على الحدائق وعلى المسطحات الخضراء. مش المهم انك انت تنشئ، المهم انك انت تحافظ عليها وتصنها، وده اللي بنحرص عليه في حي المناخ. احنا عن برنامج السيارة بتاعتنا بيبدأ يمكن من بعد الفجر، بيستمر حتى يعني بطول النهار، بتبدأ المواطنين تتوافد من بعد العصر تقريبا كده، ومساء بتلاقي الحدائق خضراء وبتستمتع بيها بعد ما يمشي مباشرة المية بتشتغل والنظافة بتشتغل، بالتالي تاني يوم ما بين عنيش كتير يعني. ويمكن الحقيقة يعني بشكر يعني أهالينا في محافظة بورسعيد بشكل عام الحقيقة، يعني اللي بدأوا دلوقتي وبدأت محافظة بورسعيد تتميز بالنقطة دي، إن أهاليها وزائريها تقريبا بيحافظوا على الحدائق، وده شيء يعني يميزنا عن كافة محافظات مصر الحقيقة. الأعمال تشمل أعمال نباتات وأحواض زراعة وأعمال تجميل وأعمال مسطحات خضراء وأعمال برجولات وأعمال حاويات وأعمال مشيات وأعمال ممشى للمشي والممارسة الرياضة، أعمال أحواض نجيلة وزراعة وأعمال تطوير كاملة في حديقة المنتزه، لتعد من أكبر الحدائق الموجودة في محافظة بورسعيد وأعرق الحدائق الموجودة في محافظة بورسعيد. إحنا بنحاول نبذل مجهود إن إحنا نعمل يعني إيه عمليات صيانة في المسطحات والحدائق، عشان لما يجي يدخل علينا مثلا مناسبات أعياد فبنعمل عمليات الصيانة والنظافة والتقليم وتجميل زراعات، لو في حاجه محتاجه مثلا تجميل وزراعات فاحنا بنوفرها من المشتل، فبنطلع من هنا وبنعمل. غير العماله اللي عندنا برضو عماله متوفره بتاعه التقليم بتاعه الصيانه بتاعه النظافه بتاعه الري، كل واحد في مجاله يعني ايه يعني متخصص فيه، يعني الري للري، النظافه للنظافه، الصيانه بتشمل بقى ايه التقليم والحديات والتقليم قص وتهذيب النجيل، فكل دوت متوفر عندنا هنا في المشتل. النهارده الحاجات الخضراء والجناين اللي بتتعمل والمنتزهات اللي بتتعمل والاماكن اللي الناس بتقعد فيها وتستريح فيها دي بتوفر كتير جدا للناس، واظن ان لو مشيت بالليل في شوارع بورسعيد هتلاحظ الكم المهول من الاطفال والعائلات اللي بتقعد في الاماكن دي.